هل يجوز أن نوفر الكميات الثانية التي في الحرم لإطعام 6 مساكين لعدم الإحرام من الميقات؟ أنت ما تعرفهم ولا تثق من كل أحد، هذا واجب في ذمتك، فأنت تعطي المساكين أنت بيدك، والمساكين كثيرون خصوصا في مكة، فيه مساكين كثيرون يأخذون الصدقات، لا مانع أنك تسأل العاملين في الحرم أو غيرهم عن المساكين يدلونك عليهم وتعطيها إياهم أنت بنفسك.